قياديون في هيئة تحرير الشام يرفضون بنود الاتفاق الروسي التركي بشأن محافظة إدلب، والذي نص على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مناطق النظام والثوار. هيئة التحقيق الروسية تعلن فتح قضية جنائية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف الكشف عن ملابسات تحطم الطائرة الروسية في مياه البحر المتوسط. اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهات بيانون ورتيان وحيان وتل مصيبين والملاح، وإصابة 3 مدنيين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدات حيان والمنصورة والراجدين بريف حلب. تركيا تقول إن طائرات بدون طيار ستنسق تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا في المنطقة العازلة المتفق على إنشائها في إدلب. ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يتحدث عن بدء العمل على إنشاء نظام أمن جديد في إدلب. تجمع أحرار الشرقية يعلن إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة يبلغ عددها 5 عناصر بينهم قيادي بالقرب من أحد مخيمات النازحين بريف حلب الشمالي. نحو 5000 مدني يسجلون أسماءهم للخروج مع مقاتلي لواء شهداء القريتين من مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية باتجاه الشمال السوري بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا.